بهذه الفقرة بصرنا نستضيف معنا بالستوديو دكتور هدى رزق الباحثة والاختصاصية بالشأن السياسي. صباح الخير. أهلين. صباح النور. أهلا فيك دكتور. عندي سؤال من أحد المشاهدين بيقول المعنيون بقانون الانتخاب ناسين أنه عم يستهلكوا الكثير من الوقت من دون أي فايدة، وكأنه لا يعلمون أنه عدم احترام الوقت يعني عدم احترام الإنسان. من هون لازم يحسوا عدمهم بقى وينطقوا بهالجوهرة. وبضيف، ليش ما بنعتمد النسبية على أساس المحافظة أو القضاء، وإذا الغيار على توقفهم خايفين على حقوق الطائفة ليش ما بيمشوا بالأرثوذكسي ومنخلص من هالهم ومننتقل على هم آخر يلي هو النفايات، سلسلة الرتب والرواتب وغيرهم؟ لأنه أول شيء هنالك مصالح، وطبعا مصالح الطوايف بالبلد، والمشكلة أنه نحن عنا طوايف بالبلد وهن لازم يكونوا غنى للبلد. يعني دايما وقت يكون في تعددية لازم يكون في يعني نوع من الحرية، نوع من الديمقراطية، خلينا أقول نوع من التفاهم. نحن عنا مشكلة فعلية هي أنه ما عنا بس طوايف، نحن عنا طائفية وعنا مصالح طائفية، ومصالح الطائفية متمثلة برجال، يعني برجال السلطة المتولين بيعتبروا حالهم أنه هن بيمونوا على طوايفهم. وبيعتبروا حالهم أنه هن بمثلوا هاي يعني كل واحد منهم بمثل طائفته. فلذلك مش هو لحاله، هو والجروب والأكيب اللي معه اللي بيعتبرون أنه هن بينتموا لإله. فلذلك هو اليوم هاي المسألة بتمثل سلطته، سلطة السياسة. هيدا السياسي اللي بده، اللي بيعتبر حاله أنه سلطته تمثل عبر طائفته، يعني بيستعمل الطائفة من شان السلطة. فلذلك اليوم نحن عندنا مشكلة أنه ما حدا، وهو بالأحرى معظم السياسيين، عم بيشوفوا مصالحهم الذاتية مش مصلحة البلد. مصلحة البلد أنك تعمل انتخابات، مصلحة البلد أنك تعمل انتخابات على قانون انتخاب بيمثل كل الشرائح الاجتماعية، كل القوى السياسية، كل اللبنانيين، لأنه مش كل اللبنانيين كمان بالأحزاب، مش كل اللبنانيين كذلك الأمر يعني داخلين بطوائفهم. خلينا أقول في لبنانيين مع لبنان، مع لبنان التعددي، مع لبنان الديمقراطي إلى آخره. لذلك اليوم نحن متخلفين عن العالم كله، وبالتالي صحيح نحن بنقول أنه خاصة عن العالم متحضر، نحن بنعتبر حالنا نحن بننتمي له. وبعد لحديت اليوم ما عملنا قانون انتخابي فعلي بمثل الناس وبمثل آراء الناس الفعلية والطوائف وغير الطوائف. فلذلك اليوم نحن ناطرين مصالح بعض الطوايف، بعض السياسيين اللي بيعتبروا حالهم مثل طوايفهم، لأنه مش راضين عن القانون النسبي وما بدهم نسبية، بدهم يرجعوا على قانون الستين. نعم. رح نبدأ نقرأ عناوين صحف الصادرة صباح هذا اليوم، ونبدأ مع صحيفة النهار. ملامح المواجهة السياسية تسابق الرباعية، المشنوق للنهار لا موعد معلنا لخطة البقاع قبل الأفعال. هذه المرة الثنائي الشيعي يعيد مشروع حكومة ميقاتي إلى دائرة الضوء مع تعديلات. في الأخبار الأخرى، عقوبات أمريكية على إيران اليوم، وترامب لا يستبعد أي خيار. دمشق تخاطر بمواجهة مع تركيا بعد اقتراب قوات النظام من الباب. ميركل في أنقرة تحض على حرية التعبير، وإردوغان يرفض مصطلح الإرهاب الإسلامي. دكتور، بموضوع قانون الانتخاب اليوم، السؤال المطروح، يبدو في تعثر بالاتفاق على قانون جديد، موقف رئيس الجمهورية واضح، وبعدين منفوت طيب. بالفراغ ولا شو بيصير؟ يعني موقف رئيس الجمهورية واضح ان احنا ما رح نرجع على الستين، ويبدو انه رئيس الحريري، انه الوزير جملاد، انه مصرين انه يرجعوا على قانون الستين، لانه قانون الستين بيمثل مصالحهم. صح. يعني الناس بتصير يعني تتساءل شو يعني مصالحهم. مصالحهم انه اليوم هنالك عوده، اذا فعلا نحن بدنا نفوت بقوانين فعليه تمثل اللبنانيين، نحن مش بحاجه للعوده الى الستين، لانه الستين يراعي. صحيح. مصالح هاي يعني هالزعيمين السياسيين الشخصية، ويمكن ما يراعي مصالح الطائفة تبعيتهم، لأنه مش صحيح أنه طائفتهم مربوطة بمصالحهم هن الذاتية. فلذلك نحن اليوم عندنا مشكلة، المشكلة أنه إذا في وقت محدد لحتى نعمل قانون انتخابي ورح نتعدى هذا القانون، هن عم بيراهنوا للعودة للستين. ولكن أنا رأيي أنه
بهالكباش اللي عم بيصير ممكن كتير تتأجل الانتخابات حتى من دون الاتفاق على قانون لا آخر. طبعا بيتفقوا بدون اتفاق على قانون آخر بحوار ممكن يعني يتأجل وإلا أنه فرض يعني هاي طريقة لأنك تفرضي قانون الستين على كل القوى السياسية وعلى اللبنانيين بالتحديد يعني ما بصير نحن نضل كل الوقت بقانون الستين ساعة قانون غازي كنعان ساعة قانون ما بعرف مين إلى آخره ونرجع على الستين غلط هاي القصة لأنه وهذا معناتها أنه نحن مش قابلين نطور مجتمعنا بدنا نبقي ساكت مثل ما هو ونحن ضد الديمقراطية يعني هيدا أساسا ضد الديمقراطية وضد الحد الأدنى من الحياة السياسية اللي لازم فعلا تمشي دكتور سؤال من تكساس حضرتك من درعون لا رزق وين رزق جنوب وصلكم الجواب بالأخبار تفضلي المؤسسة العامة للإسكان خفض فائدة القروض بنسبة 30% المستقبل والاشتراكية الفضاني آخر صيغ المطروحة للمختلط مثل ما كنت عم تحكي قبل شوي 6000 جهادي من لبنان إلى سوريا والعراق ترامب بوتين أوكرانيا اختبار أول ومنروح لصحيفة الجمهورية اللي عنونت صباحها هذا اليوم الاعتراض يتعاظم على الصيغ الملتبسة ترامب وإيران بدأ العقوبات بعناوين كمان داخل الصحيفة موقف روسيا من عودة العلاقات اللبنانية الخليجية لبنان يلاحق الطاقات الاغترابية في أفريقيا وأدغالها ميركل لأردوغان اضمن حرية التعبير قبل الاستفتاء فرصة أخيرة أمام دورتموند وقمة بين موناكو ونيس دكتور رح نروح على الاتصال نرجع نتابع معك موضوع ترامب اللي شغل العالم تفضل مختار كفردي بين وسيم مهنا صباح الخير صباح الخير يعطيكم العافيه الله يعافيك في عليك دعوه من وزاره الداخليه بتصور نعم هي وثيقه احاله للتحقيق نعم شو اللي صار فيها والله اليوم الله راد موعدنا الساعه 9:30 امام قائم مقام كسروان نعم مكلف من معالي من حضرة المحافظ ومعالي وزير الداخلية للتحقيق معي بتهمة التحريض إلى دخول مراكز تزلج تحريض الأهالي إلى دخول مراكز تزلج وعدم دفع الرسوم المتوجبة لممارسة هواية التزلج وتهديد شركات التزلج وهذا الشيء اللي ما صار نهائيا يعني ليش هيدا التهمة طالما ما صارت هلا أنا بقدر أقول لك شغلة مراكز تزلج هي أرض فيك فردبيان مثل ما حضرتك تعرف وحضرتك راح تصير مواطن فيك فردبيان برتبة شرف الله يخليك بشرفنا الله يخليك اللي بدي أقول لك إيه أنه نحن بس كان هجسنا الوحيد والدائم وسيبقى إلى الأبد هو احترام اسم ووجود بلدة فيك فردبيان وكرامة أهلها في مراكز تزلج في عطول منحس في نوايا لتغييب اسم فيك فردبيان والتغييب حقوقه لا هذا شيء نحن ما بنقبله أهالي فردبيان ما بيقبلوه وأنا بحكي باسمهم بهالموضوع اليوم أنا ما عندي مصالح شخصية بهالشغل اليوم في احترام اسمك فردبيان بأي مشروع بأي احتفال بأي سباق بس هو خلاف صار كرمال هيك ولا كرمال التيكتس اللي بأسعار مخفضة اللي كانوا أهلك فردبيان يستفيدوا منها والسنة الشركة ما قبلت تعطيها هلأ هن كل الأمور متواصلة ببعضها اليوم لما ابنك فردبيان من 15 سنة لورا ولغاية الآن كان ياخد بسعر مخفض معناتها هيدا الشيء جاي من وراء حقوق فردبيان على هالمراكز لوجودها ضمن نطاقها والاستفادة هالمراكز من كتير مقدرات من بلدة فردبيان السنة أكيد البلدية الجديدة يمكن حست عملت دراسات لقيت أنه نحن بنقدر ناخد سعر مخفض عن المخفض الموجود هلا يعني يمكن البلدية حست انه نحن بنقدر ناخذ بطريقة بسعر كتير متدني حتى هي عرضت على طلبة من الاهالي انه هي رح تقدم لهم البطاقات مجانا على امل وجود تسوية بينها وبين الشركة بمواضيع ضرائبية او بمواضيع استعمال املاك عامة والخ فجأة الشركة اصدرت عدد بسيط من البطاقات وتوقفت عن الباقي مما خلق حساسية لدى اهالي فردبيان وبعد مراجعات كثير يعني اخر شيء توقفت البطاقات نهائيا باي سعر لابنك فردبيان بعد مراجعات كثير انعمل سعر عادي يعني السعر العادي اللي بينعطى للنوادي باكج انعطى لاهلك فردبيان مما بياكد النوايا انه فردبيان ما لها شيء معنا لا فردبيان لها حقوق معنويه وماديه
على مراكز تزلج يجب احترامه. وسيم مهنا مختارك فردبيان، شكرا لك على هذا التوضيح. شكرا لكم ويسعد صباحكم. يعطيك ألف عافية. نتابع في صحيفة المستقبل. اجتماع السراي يترجم معاد الحريري بوقف التجاوزات ويرفع ظلما دام أكثر من 10 سنوات، إلغاء وثائق الاتصال استعادة الثقة بالدولة. ترامب: الاتفاق الكارثي أنقذ إيران من الانهيار. والرئيس الأمريكي يتفق مع العاهل الأردني على أهمية توفير الأمن والأمان للشعب السوري. وأيضا بالعناوين: واللافت بيروت مشغولة بالذهب. هذا يبدو أنه اختار الاتحاد الأوروبي للذهب والمجوهرات، وهو منظمة عربية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، اختار بيروت تتكون مقر رسمي لإله. بالنسبة لترامب اللي شاغل الدنيا وشغلنا معه اليوم في قصة العقوبات على إيران، امبارح شفنا إلغاء تأشيرات دخول 7 رعايا دول إلى الولايات المتحدة، سكر الخط بوجه رئيس وزراء أسترالي. يعني كيف عم تقري هيدي التطورات وقديش رح يصمد بهذا النهج؟ يعني أنا بقول لك إنه اليوم ترامب طبعا هو من خارج طبعا الإطار السياسي اللي مرسوم بأمريكا، بمعنى أنه حزب ديمقراطي وحزب جمهوري. افتكروا الجمهوريين بالأول أنه ممكن ينسبون، يبدو أنه القرارات مرات حتى عم بتفاجئ الجمهوريين، ولو أنه عم بحاول ياخد من الجمهوريين إلى جنبه يعني، ومش قادرين يعرضوه كتير لأنه يعني لحديد هلأ معارضته كتير، يعني عم بحاولوا يستوعبوه. فالقرارات اليوم طبعا هو عنده أهداف، أهدافه بهالقرارات التي مثلا قصة 7 دول، هو أنه يخلق أساسا 7 دول وغيرها، حتى المكسيك وغيرها، ومسألة الهجرة الجدار. هي خلينا أقول أنه هو راح للإكستريم، يعني راح هو للأقصى. ليش راح للأقصى؟ راح للأقصى لحتى يقدر يعمل قانون. يعني اليوم بفرض عليكم هيدي الشروط، هاي الشروط اللي هو عم يفرضها هاي حتى هو يقدر فيما بعد يتراجع، مش يتراجع أنا بس يعمل قانون جديد للهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. هاي أول نقطة، يعني تعلية سقف، يعني تعلية سقفه حتى يرجع ياخد المكاسب اللي هو بده إياها، اللي هي قانون جديد للهجرة، وما بعود بيصير فيه اعتراضات على 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 قانون الهجرة. هاي من جهة الهجرة ومن جهة السبع دول. ليش؟ لأنه بيعتبر هو إنه هذه 7 دول اللي طبعا أمريكا متهمة بأنه هي كمان أحدثت الفوضى فيها بعد ما كانت مستقرة، بيعتبر هو أنه هي مكان للإرهاب. فبالتحديد أنه وفي إرهابيين وفي إسلامويين وإلى آخره. فبالتالي كمان في اليوم مشكلة حول ترم، يعني حول مفهوم إسلام وحول مفهوم إسلامويين. وكمان ميركل امبارح بزيارتها لا تركيا حاولت تفهمه لا أردوغان انه في الارهاب هو اسلاموي، رفض هو طبعا هالشغله وقال لا انه لا نرفض، نحن انا كرئيس جمهوريه مسلم برفض هذا الكلام لانه هيدا يعني يسيء الى المسلمين. فاذا نحن اليوم قدام قانون كمان جديد يبدو انه ترامب عم يشتغل عليه، وهذا القانون بقول انه الإرهاب، مقاتلة الإرهاب الإسلامي. يعني وقت تقول أنت إرهاب إسلامي معناتها حتى هو هذا كان جزء من خطابه بالقصة. طبعا بس هذا القانون موجود أساسا لمقاتلة الإرهاب والعنف بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم إدارة ترامب الجديدة عم تحاول تعمله أنه هو لمقاتلة الإرهاب الإسلامي، وعم بحاول أنه يعني يتجاهل الإرهاب الثاني اللي هو مثلا شفناه بأوكلاهوما، حتى الإرهاب الأبيض يعني. صحيح. فلذلك اليوم نحن قدام مشكلة كبير بين الاتحاد الأوروبي اللي عم بيحاول يميز بين إسلام وإسلاموي وإلى آخره، وبين ترامب اللي كذلك الأمر هاجم على قصة أنه الإرهاب هو إسلامي. فلذلك اليوم نحن قدام يعني إدارة متطرفة أكثر من إدارة الجمهوريين، والخير لقدام. واللي شفناه بقصة إيران اليوم أنه هو عم بحاول
اليوم يقول انه هذا الاتفاق اللي عملته اداره اوباما مع ايران هو اتفاق باطل، هو انقذ صح. ايران ولم ينقذ الولايات المتحده الامريكيه، وهيك هو عم بجاوب على مسالتين. اول مساله عم يرضي نتنياهو وعم يرضي اسرائيل لانه اسرائيل كانت ضد هذا الاتفاق، وثاني شغله عم يخطب ود السعوديه ودول الخليج ويقلها انه نحن مندافع عنك بس دفعي الثمن. بس معقول يصير في مراجعة على هذا الاتفاق اللي صار هذا الشيء؟ لا ما بعتقد، بس طريقة اللي هو ليك شو بيعمل، هو عم بيعلي سقفه بكل الأمور. هو عم بيعلي سقفه حتى بالمسألة الإيرانية من شان شغلتين، من شان دول الخليج يكسب ودهم ويدافع عنه ويقوله أنه أمريكا بدافع عنكم ولكن دفعوا الثمن، هاي نقطة. ومن شان إسرائيل، من شان نتنياهو يرضي كمان إسرائيل ويقوله أنه إحنا لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تحميك. منتابع مع صحيفة البلد، عون يلوح بصلاحياته والاشتراكي والمردة يرفضان الإلغاء. وصلت الرسالة أردوغان وميركل. دمشق توسع عملياتها قرب حلب وتطالب بمحاسبة أنقرة. واشنطن تحذر إيران. سنرد وننتقل إلى صحيفة الأنوار لعنوانيت عون نحو استخدام صلاحياته الدستورية وفرنجية والاشتراكي ضد محاولة الإلغاء. ترامب وجهنا انذارا إلى إيران بعد إطلاقها الصاروخ. رئيس حكومة كندا يشارك بتشييع ضحايا مجزرة كيبك. والمعارضة السورية محادثات جنيف يجب أن تؤدي إلى هيئة للحكم الانتقالي. اسمحي لنا بس نتوقف عند العنوان اللي صار مكرر بصحيفتين اللي ورد مبارح عند النائب فرنجية والاشتراكي، الإلغاء. هل قانون الانتخاب اللي بيعطي صحة التمثيل لجميع المكونات يعتبر إلغاء لطرف؟ أكيد مش إلغاء لطرف، بس ولكن نحن بنعرف أنه اليوم وليد جملاط بيعتبر بأنه كل قانون موسع هو ضده، لأنه نحن بنعرف في هذه البيوتات الصغيرة صح. السياسية الصغيرة اللي بدها تحافظ على سلطتها، لأنه اليوم إذا قانون طلعنا برات قانون الدوائر الصغيرة برات القانون الستين اللي بيحفظ له سلطته هو وبعد العائلات السياسية من بيت فرنجية طبعا، عائلات سياسية صغيرة اللي بتعتبر حالها أنه هي يعني خليني أقول أنه حجم السياسي أكبر من حجم الفعلي، يعني التمثيل الفعلي، ولكن بتعتبر أنه كل قانون موسع هو راح يكون ضده وممكن مش يلغيها كبيوتات سياسية ممثلة الوحيدة الممثلة لطائفة أو ممثلة لمنطقة. يعني فلذلك كل اللبنانيين كرمال بعض البيوتات السياسية؟ لا طبعا مش يعني أصول. أنا رأيي أنه كمان في اتفاق الطائف، يعني اليوم اتفاق الطائف نفذوا لاتفاق الطائف. اتفاق الطائف حكي أنه في مجلس شيوخ وحكي أنه في يعني تمثيل عن النسبية. نعم. يعني اتفاق الطائف كمان حكي بالنسبية، يعني اتفاق الطائف مش صحيح انه هو يعني وقف عند الستين. بيقولوا انه اتفاق الطائف مش نافع، اوكي هو مش نافع، بس ولكن تعوا حتى نشوف اذا نافع ولا لا، لا سيما بقانون الانتخاب. حتى بقانون الانتخاب، حتى بإلغاء الطائفة السياسية شفنا نحن تراجعنا لما قبل الحرب الأهلية. نعم. بصحيفة الشرق، الحريري يكلف العدل والتمييزية وضع آلية قانونية لمكافحة الإرهاب والمخدرات. لا التمديد ماشي ولا الستين مقبول. لبنان في ثلاجة الطبيعة. حلوة الصباح كتير حلوة الصورة. إيه الصباح يشرح أسباب تأجيل فيلم مولانا. مرحلة انتقالية ثلاثية في سوريا. مقتل 51 داعشيا بغارات تركيا. وإدارة ترامب يهودية. المستشفيات مصرة لا لمرضى الأمن والمال. تأمين المياه لبيروت وجبل لبنان. دكتور، يمكن اللي صار بفيلم مولانا، ما بعرف إذا تبعته اللي صار بالموضوع، بس أخذ كتير جدل على الساحة اللبنانية قصة القصقصة والرقابة اللي تعرض لها هذا الفيلم. عملوا بمصر معمول. نعم. واليوم في يعني نسخة منه صارت بدار الفتوى ببيروت بانتظار انه يصدر عنه شيء اذا بيسمحوا للفيلم او رح يقطعوا منه، ما حدا بيعرف. يعني الرقابة طبعا هي خاصة كل شيء له علاقة بالدين، كل شيء له علاقة حتى بالنقد الديني. طبعا الرقابة رح توقف ضده، لأنه نحن بنعرف أنه رغم كل الكلام اللي بنحكي عن الانفتاح وعن يعني عن الانفتاح الحضاري وإلى آخره، عم نشوف أنه الفن دائما ضحية، ودائما الفن كل شيء مثلا الفن بيعرضه حتى ولو كان يعني حقيقي
فبالأخير طبعا عم تقف ضد الأديان والطوائف وإلى مع الأسف. بس اللافت هون لابد من الإشارة إلى أنه هذا الفيلم خضع لرقابة الأزهر بمصر وما اقتطعوا منه قد ما اقتطعوا بلبنان. يعني هل اليوم إذا بدنا نقول المرجعية السنية الأكبر بالمنطقة الشيخ الأزهر، اليوم نحن حريصين على الدين وعلى الطوائف أكثر منه؟ خليني أقول لك أنه مصر يعني بمصر بها النقطة هاي في نقد وقبلانين النقد، وبالعكس يعني في حوار حول المسائل الدينية وحول مسائل لا سيما أنه في صراع أخوين مسلمين ودولة يعني الدولة اللي عم بيقودها السيسي طبعا دولة المدنية وبين الدولة الدينية والآخرة. ولكن بلبنان المسألة مختلفة تماما، لأنه بلبنان خليني أقول أنه هو مرآة عاكسة مش لمصر، لا أكثر من مصر. يعني ما تنسي اليوم عندك السعودية، عندك دول الخليج إلى آخره، اللي كمان إلى باع طويل بهاي المسائل، واللي طبعا عندها ناس بمسلوها. فلذلك من الصعب طبعا أنك تحطي، وما في قوى سياسية كمان، ما تنسي عندك جماعات إسلامية بلبنان يعني ما جرق معها مثل مصر، كمان ممكن تعارض، وجماعات إسلامية بمعنى أنه مش جماعة واحدة، جماعات متعددة. لذلك هنالك خوف، وكمان ما تنسي أنه إحنا قريبين يعني على حدودنا داعش يعني، وبعد موجودة كمان بعرسال يعني. فلذلك نحن وضعنا أخطر، ولو أنه يبين أنه الوضع جيد وإلى آخره، بس وضعنا أخطر بما يخص هاي المسائل اللي لها علاقة بالحرية وبحرية الفن وبعرض هاي المسائل. نعم، رح ننتقل احنا وياك لصور اللي وصلوا لنا هلا من زميلنا محمد عواضة من بعلبك، صور الحادث اللي صار صباح اليوم بدورس امام مستشفى دار الامل ببعلبك، ومثل ما قلنا سقوط قتيلين وجرحى في هذا الحادث. هذه هي الصور الاوليه لهالحادث، ونعتذر عن عدم عرض الصور الباقيه لان عندنا مجموعه صور انما فيها صور لاطلع على الارض، نعتذر عن عدم عرضهم. وهذا الحادث الأول اللي صار صباح هذا اليوم مع الأسف، وسقوط قتيلين نرجع نذكر أمام مستشفى دار الأمل بعلبك بدورس. نروح للديار. إغراء سوري لحل ملف النازحين، فهل يزور باسيل دمشق؟ السياسة الخارجية قنبلة موقوتة وخيبة سعودية للحريري. النزوح السوري يستنزف النقد الأجنبي من لبنان بالاستيراد بمليارات الدولارات، وقائد الجيش السابق العماد فيكتور خوري في ذمة الله. ترامب: إيران كانت على شفا الانهيار وأمريكا أنقذتها. طهران على ترامب التوقف عن جعل نفسه ألعوبة مسلية. وننتقل أخيرا إلى صحيفة البناء الصادرة في بيروت هذا الصباح. غوتيريس لقيام الأمم المتحدة بالمهمة في حال عجزت المعارضة عن تشكيل وفدها. تحضيرات روسية إيرانية تركية لأستانا 2 لترتيبات الفصل عن النصرة. عون سيستخدم صلاحياته الدستورية، وبري متفائل بالوصول لتوافق. التصعيد الأمريكي الإيراني إلى أين؟ هذه بدأ إلى أين؟ أيضا عبد الله الثاني يلتقي ترامب في البيت الأبيض وأعاد مناقشة مذكرة التفاهم الأردنية الأمريكية. إذا بدنا نحكي شوي عن أستانا 2 اللي تأجلت هالمفاوضات، كنا أساس ب 2 شباط راحت هلا ل 20 من يعني الشهر الحالي. كنا بدون عيد فالنتين، كانوا عم بيقولوا إنه ب 8 راح يكون في جنيف، صح، مش أستانا 2. يبدو إنه العرقلة من قبل المعارضة هي ودت على أستانا 2، بمعنى أنه خلينا نشوف، نعرف نحن أنه صار في اشتباكات كتير كبيرة بين المسلحين بإدلب، وصار في يعني نقاشات حول أنه هل بيقبلوا بأستانا ولا ما بيقبلوا بأستانا، وفي تخوين بين بعضهم. وطبعا هذا التخوين له علاقة بالبلدين اللي هي بتمر على المسلحين. يعني أي بلد تخلى عن مثلا أنه تركيا قالت أنه هي مستعدة أنها تضمن يعني وقف إطلاق النار، بينما دول تانية اللي مقبلة اللي بتمثل بعض المسلحين ما طبعا ما قبلت وحرضت المسلحين. فلذلك هذا الصراع اللي عم نشوفه نحن بين المسلحين هو صراع بين الدول. فلذلك لابد من أنه يكون في أستانا 2. أستانا 2 اللي هي كان لازم تكون محلها اليوم جنيف 8 الشهر، راح تصير أستانا 2. أستانا 2 حتى يشوفوا إذا فعلا جرى ضبط هالمسلحين، ومين كمان بالمعارضة فعليا بده يمثل المعارضة. من هي الدول بتمون على المعارضة، مين بده يمثل المعارضة، أي فرقاء وأي فريق بده يمثلها، لا سيما المعارضة المسلحة. طبعا نحن عم نحكي مش المعارضة السياسية. من هيك سمعنا أنه دوميستورا قال لهم أنه
إذا مش رح طبعا إذا أنتم مش رح تشكلوا الفريق تبعكم نحن رح طبعا نشكل هذا الفريق. وقامت الأيامي صح طبعا قامت الأيامي على أساس إنه هو يعني عم يتولى هاي الأمور عنه وما بحق له إلى آخره. ولكن هنالك دول هيدي الدول عم بتعجل لحتى تتفق لحتى توصل على بر الأمان. منروح للصفحات الأخيرة ببعض الصحف بالشرق. الكاريكاتور قانون الانتخاب بري عم بغني يا دارة دوري فينا وضل دوري فينا تينسوا أساميهم وننسى أسامينا، عم بيعزف للجنرال عون. ما في مقطع هول الخبرين بآخر صفحة هيدي مقطع على حاطينه تتخلص من مقتنيات أنجلينا. ايه قال كبن ما بقى شيء بشقته هيدا الخبر، بس الشرق مأخر شوي، هذا الخبر عمره يومين ما بشيلوه من الجرور اوقات بيضلوا بالصحيفة البلد. ستافرو جبرا استقلال مش ستافرو عفوا هيدي صورة ما في اليوم كاريكاتور استقلال سريلانكا نعم العيد الوطني 60 يمكن لسريلانكا. بصحيفة الجمهورية كتير حلو الكاريكاتور لأنطوان غانم جنبلاط يفوز بالتزكية بانتخابات التقدمي حامل حاله. وننتقل إلى صحيفة النهار أرمع حمصي. هيدا المواطن اللبناني واقف بالنص وعم بشدوه بين الأكثر والنسبة والمختلط والتمديد. رح يتشلع رح يتشلع وإيه نعم. رح يتشلع وهي النسبة أفضل شيء طبعا صحيح. نحن بدنا نشكرك دكتور هدى رزق. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور حضرتك الباحثة والاختصاصية بالشأن السياسي نورتينا اليوم. يا أهلا بتوعي بكير عادة؟ لا مأخرة مأخرة يعني اليوم وعينك بكير يعني بتحضر البرنامج بس تكوني وعي بكير؟ لا بحضره بعدين يعني وقت اللي برجعوا بالسوق. طيب شكرا لك أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هلأ رح نروح كمان لبريك ومتابع نحن ويكون أجندة اليوم.